ما يقرب من 30 هجوما نفذتها الميليشيات الموالية لإيران لاستهداف المصالح الأمريكية في العراق منذ تسلم الرئيس جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة حسب حصيلة لوكالة الصحافة الفرنسية. تنوعت هذه الهجمات بين استهداف لقواعد عسكرية ومواقع دبلوماسية وأرتال الدعم اللوجستي لقوات التحالف. وفي 21 من شهر شباط هذا العام تعرضت قاعدة بلد الجوية لهجمات صاروخية أسفرت عن إصابة أحد المتعاقدين الأجانب في شركة لوكيد مارتن الأمريكية المسؤولة عن صيانة طائرات F-16 العراقية، ثم تواصل القصف الصاروخي على القاعدة في الشهر الحالي. على إثر ذلك أعلنت الشركة الأمريكية سحب فرق الصيانة الخاصة بطائرات F-16 العراقية من قاعدة بلد وإعادة تمركز موظفيها في العراق. ويعمل في الشركة الأمريكية نحو 70 موظف، وسيؤدي سحبهم بسبب الهجمات الصاروخية المتكررة إلى ضرر في صيانة وإدامة طائرات F-16 بحسب تصريحات لقيادة العمليات المشتركة. كما أعلنت قيادة العمليات المشتركة أن الشركة الخاصة بصيانة طائرات F-16 تمثل العمود الفقري للقوات الجوية العراقية، إذ تعمل على إعداد الكوادر والتقنيات الفنية العراقية. ومن المتوقع أن يؤدي قرار لوكيد مارتن بسحب موظفيهم إلى تأثيرات سلبية على عمل طائرات F-16، مما سيؤثر على قدرة العراق في محاربة داعش دون مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية. إلى ذلك وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مرسوما يمدد فيه حالة الطوارئ في العراق لعام آخر. البيان الذي صدر عن البيت الأبيض أكد وجود عقبات تعترض إعادة الإعمار المنظم للعراق واستعادة والحفاظ على السلام والأمن في البلاد، فضلا عن تطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية في العراق. أضاف البيان بأن هذه العقبات تشكل تهديدا للأمن القومي والسياسة الخارجية للعراق والولايات المتحدة الأمريكية أيضا. ويجدد هذا القرار سنويا، ويساهم في حماية الودائع العراقية في المصارف الأجنبية من الدعاوى الكثيرة المرفوعة ضد العراق على إثر حربه على الكويت. بعد 18 عاما لبدء الالتزام الأمريكي بمساعدة العراق لتجاوز مشاكله الاقتصادية والسياسية، تواصل الإدارة الأمريكية الحالية هذا الالتزام، خصوصا أن العراق ما زال يكافح أزمة هذه المشاكل الجمة. للحديث أكثر ينضم لنا من لندن الباحث السياسي العراقي الدكتور خالد اليعقوبي. دكتور خالد، مساك الله بالخير وعيدك مبارك وكل عام وانت بخير. دكتور، أبدأ مع حضرتك، ما هي الآثار التي تترتب على انسحاب المتعاقدين الأمريكيين من العراق كشركة لوكيد مارتن؟ شكرا أستاذ علي على الاستضافة، وكل عام وانتو وشعبنا وعالمنا والبشرية كلها بألف خير إن شاء الله. شوف أستاذ علي، هذه قصة طويلة العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، وأنا شخصيا يمكن تحدثت بها كذا مرة في قناتكم وفي قنوات أخرى ومن سنوات طويلة، ونحن نطالب أن تكون هنالك علاقة شفافة وواضحة بين العراق والولايات المتحدة. أنا في تقديري الولايات المتحدة بلد مهم وأساسي، وهو من أسس العملية السياسية الجارية في العراق، وهو الراعي الأول للعملية السياسية، وبدون الولايات المتحدة يعني حقيقة ما راح تمشي الأمور بالبلد، ولا راح تستقيم البلد بدون دعم الولايات المتحدة وبدون التنسيق معها. ولكن العبث الكبير الذي ارتكبته إدارة الرئيس ترامب على الولايات المتحدة أن تعالجه، وأن تكون هنالك شفافية واضحة ماذا تريد الولايات المتحدة من العراق، هذا فيما يتعلق في الولايات المتحدة. في الجانب العراقي أيضا هنالك مشكلة، هذا عدم الوضوح وعدم الشفافية وعدم تحديد الأشياء مثل على حقيقتها، يجعل هنالك عدم ثقة في الساحة الداخلية العراقية. هذه تنتج عنها عدم سيطرة واضحة واستخدام لقوة وعنف كما وصف تقريركم، وهذا لا يصب في مصلحة أحد.
العلاقة بين العراق والولايات المتحدة ووجود الأمريكان العسكري والسياسي في العراق مربوط بمعادلة سياسية معقدة. يعني بدون هذا، يعني الوضع في العسكري والسياسي في الأمريكي في العراق يعني مرجعيته سياسية أكثر مما هي أمنية. أنا في تقديري كل الأشياء اللي دا أسمعها وكل هذه جولات الحوار وكل هذه النتائج مدى توقف هذه العمليات. تعرف حضرتك إذا فريق الصيانة لهذه الشركة العملاقة ينسحب، هذه مليارات الدولارات دفعها العراق للولايات المتحدة حتى يحصل على هذه الطائرات، مليارات. وإذا انسحبت شركات الصيانة ستتوقف هذه الطائرات. دكتور خالد، أكو ناس متخصصين، قبل كم يوم كنا نسولف قاعدة هيجي قاعدين برا مو بالشغل، واحد من الأصدقاء عنده خبرة بالطيران قال الطيارات مثل F-16 وغيرها إذا بقت على يعني على المدرج ولا بقت بالمخازن ما مستخدمة وما عليها صيانة أكو عمر إلها، يعني حتى هذا ما أعرف العهدة على يعني أصحاب الخبرة. أنا رجل بحري، خدمت بالبحرية 14-15 سنة، وأفهم هذا السيستم وأفهم العالم البحر والطيران قريب في المسائل التكنيكية والفنية وأفهمها. لذلك قلت لك هذه مليارات صرفت، فلمصلحة من تعطل، لمصلحة من تترك. العراق منظومته العسكرية لهذا اليوم غير مكتملة، صدقني أنا رجل مطلع وتعرف أنت اشتغلت في هذه المؤسسات وعن قريب وأفهم تفاصيل. زين دكتور البدائل، هل العراق هسه نريد نحكي على الجانب التقني، خلينا نحكي بما أنه حضرتك سحبتنا شوية للجانب التقني، هل أكو عندنا بالعراق أكو بدائل نقدر يعني هاي الكوادر ما كانت تدرب أي شيء عراقي، أي كوادر عراقية لو شلون لو راح تبقى هاي واقفة لحد ما يقرر لوكيد مارتن يرجع العراق؟ إحنا الحقيقة هذه في الدوامة طويلة، أساسها انعدام الثقة. أولا أنا أعتقد شخصيا أن الثقة منعدمة بين الولايات المتحدة وقوى عراقية أساسية كبيرة، فحتى تستعيد الثقة تحتاج وقت طويل وتحتاج أفعال. أنا هذا اللي أعتقده واجب الجانب الأمريكي. أنا متأكد أن إدارة الرئيس بايدن الحالية إدارة عاقلة، إدارة فيها من المحترفين، ولكن هي يعني ورثت تركة ثقيلة من إدارة عبثية عبثت في أمننا وفي كثير من مقدراتنا، وعبثت في منظومة العلاقات الدولية اللي هي علاقة إدارة الرئيس ترامب. هذا واجب الأمريكان، الأمريكان عليهم أن يفهمون المعادلة. وإحنا هم دكتور يعني إحنا هم ما نقدر نقول 18 سنة السياسة الأمريكية، 18 سنة بالعراق بس هاي الفترة مال ترامب اللي هي غيرت وسوت وشي، يعني أكو الإيجابي وأكو السلبي، ومثل ما أمريكا تتحمل مسؤولية والعراق إذا تريد لا أنا ما أريد أرجعك بالعكس. أنا دكتور أنا كنت مسؤول عن نقل المسؤولية الأمنية من الأمريكان للعراقيين من عام 2006 إلى 2008، ومشتغل ويا أفضل قياداتهم. تمام. وأريد أقول أن القصة حقيقة بدأت بعد مجيء الرئيس أوباما وتجاهل للملف العراقي ورفض لكل ما جرى. يعني اليوم دكتور وتجاهل. اليوم دكتور تريد ان واشنطن تنظر للعلاقه بطريقه مختلفه وتعمل على الاصلاح اذا كان هناك مسؤوليات معينه المفروض تتغير. زين دكتور استاذنك دكتور انقلك الملف اخر اللي هو اعلان البيت الابيض تمديد حاله الطوارئ بالعراق، واللي هو اعلان سنوي بانه العراق غير مستقر امنيا، وهذا هو تقليدي احنا لانه ما مسلط عليه الضوء، فاحنا نريد اليوم نسلط عليه الضوء نقول هذا شنو شو يعني شنو اللي يعني، هل هذا الموضوع يعني العراق كحكومة عراقية؟ هل المفروض العراق يسوي شيء على مود يطلع العراق من هذا الموضوع؟ تفضل. أنا أتذكر أستاذ علي، أتذكر عندما كنا نناقش الاتفاقية الأمنية جرى اجتماع كبير في رئاسة الجمهورية بحضور الرئاسات الثلاث وكل القوى السياسية، هل نوقع اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة أو ما نوقع؟ ففي وقتها أتذكر أثير هذا الموضوع أن الولايات المتحدة إذا ترفع إيدها حتى نعرف شنو أهمية الولايات المتحدة، إذا ما تجدد هذا التجديد السنوي إذا ما تجدده هنالك آلاف عشرات الآلاف من الدعاوى
المكسو يعني كسبوها بشكل قطعي من محاكم كثيرة في العالم أيام احتلال العراق إلى الكويت، وهذه كسبتها. فلذلك الأموال ليش تودع بالإف دي آي في الولايات المتحدة حتى الولايات المتحدة تحميها؟ وليش الكاش يجي من أمريكا للعراق بالطائرات؟ لأنه أحيانا بعض الدول تخضع إلى قواعد هذه الشكاوى ويجب أن توقف. فالعراق يتعرض إلى مشاكل اقتصادية كبيرة جدا بدون هذه الحماية الأمريكية. هذا اللي أقوله أستاذ علي بنص دقيقة، بس هذا اللي دا أقوله أنا، هذا اللي يحيرني أحيانا. الولايات المتحدة عم يعني تقدم أشياء جيدة وتقوم بأشياء جيدة، ولكن من جانب آخر دا تهمل أشياء أساسية ومهمة. زين، هنا وين مسؤولية الحكومة العراقية اليوم؟ هواية ناس ومتظاهرين بالشارع وناس في كل المحافظات ورأي عام دولي يقول أكو سلاح منفلت. دور الحكومة العراقية في السيطرة على هذا السلاح اللي بالنتيجة هو اللي يستهدف وهو اللي سبب انسحاب الشركات الأمريكية وضعف الدعم اليوم للعراق. يعني أنا هذا اللي أقصده دائما في حديثي، هي دولة عظيمة الولايات المتحدة ودولة كبيرة وذو قدرات هائلة، وبالعراق ما في شيء مخفي على الولايات المتحدة. هي لازم تحسم خياراتها، تحسم خياراتها وش تريد من العراق. زين، دور الحكومة العراقية دكتور؟ الحكومة العراقية حقيقة في موقف صعب. يعني احنا نعرف أولا حكومة جاءت بأزمة كبيرة وجاءت لهدف معين، حتى نكون منصفين، لهدف معين هو إقامة انتخابات حيث اعتقد كثير من القوى الأساسية بما فيهم المرجعية الدينية أن إقامة انتخابات آمنة سليمة فيها قدر كبير من النزاهة والشفافية تمثل مفتاح لحل أو بداية حل في الأزمة العراقية. فوسط هذه التحديات وهذا الانقسام السياسي، أنا في تقدير الحكومة دورها محدود. الدور يعتمد على القوى الأساسية المسيطرة في البلد أكثر مما يعتمد على الحكومة. لأن مفاتيح الحل فيها، هنا الولايات المتحدة عليها أن تتفهم وتعرف وين مفاتيح اللعبة حتى تصير اتفاق كبير يحفظ حقوق الطرفين. دكتور خالد اليعقوبي، يعني أنا وياك إذا نقعد نسولف اليوم ناخذ وقت البرنامج سوى، لأن أنا ما أريد أعوفك وأنت ما تريد. دكتور أشكرك، أشكرك جزيل الشكر، معلومات جميلة، وجهة نظر محترمة، لكن بيها أخذ ورد وكلام كثير. إن شاء الله نلتقي مرة أخرى ونسولف. دكتور خالد اليعقوبي الباحث السياسي العراقي، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك دكتور. بعد الفاصل، مساعد وزير الخارجية الأمريكية بالوكالة لشؤون الشرق الأدنى جوي هود يحمل الميليشيات المدعومة من إيران مسؤولية الهجمات الصاروخية على المصالح الأمريكية في العراق. نتابع المواقف الأمريكية في بقية فقرات برنامجنا اليوم، خليكم ويانا. إذن حمل جوي هود مساعد وزير الخارجية الأمريكية بالوكالة لشؤون الشرق الأدنى الميليشيات المدعومة من إيران مسؤولية الهجمات الصاروخية وتعويم السوق العراقية بالمنتجات الزراعية التي تسبب في خسارة المزارعين المحليين لمصدر رزقهم. وصف مساعد وزير الخارجية الأمريكية بالوكالة لشؤون الشرق الأدنى جوي هود الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد من كبار المسؤولين الأمريكيين إلى المنطقة وشملت العراق بأنها كانت كشهر عسل جديد وحملت الكثير من الإيجابيات. عندما أقول أن الزيارة كانت كنوع من شهر العسل، أعني أن المسؤولين الذين التقيناهم كانوا مسرورين عندما سمعوا أننا نواصل الانخراط في المنطقة. كنا مسرورين كذلك لسماع أن العديد من المصالح التي تم التعبير عنها من قبل محدثين العراقيين تنسجم إلى حد كبير مع ما نرى أنه مصالح أمريكية، ومنها انتخابات حرة وعادلة تعكس الأصوات الحقيقية للشعب العراقي، وسندعم ذلك بقدر ما نستطيع.
ومواصلة القتال ضد داعش، حيث تدعون الحكومة العراقية للقيام بذلك. وفيما يتعلق بحجم وعدد القوات العسكرية الأمريكية وقوات التحالف التي ستتواجد هناك، فهذا أمر أحيل إلى خبراء، كما تحدثنا في الحوار الاستراتيجي الأخير وما يجب أن يحصل. هود أكد في حلقة حوارية نظمها معهد بروكينغز بواشنطن أن العلاقات الأمريكية العراقية أوسع من التعاون الأمني بين البلدين ومواصلة محاربة داعش، واستعرض ما تقوم به الولايات المتحدة لمساعدة العراق في إجراء الانتخابات في أكتوبر المقبل وفي إعادة بناء الجامعات والمؤسسات وبعض البنى التحتية العراقية. في بعض الأحيان تكون الولايات المتحدة مركزة بشكل تام على ما نريد القيام به مع العراق، ولكن إيران تفرض نفسها كعامل أساسي في السياسة العراقية. الصواريخ تطلق ضد الجميع، من يقوم بذلك؟ الميليشيات المدعومة من إيران. المتظاهرون يقتلون بالمئات، من يقوم بذلك؟ الميليشيات المدعومة من إيران. يهاجمون سفارتنا، من يقوم بذلك؟ الميليشيات المدعومة من إيران. يتدخلون في الصفقات التجارية ويعومون السوق بالمنتجات الزراعية ويقطعون رزق المزارعين العراقيين، من يقوم بذلك؟ المجموعات المسلحة والأحزاب السياسية المدعومة من إيران. لا يمكننا إنكار أن كل ذلك يحصل، علينا أخذ ذلك بعين الاعتبار، وعلينا مساعدة المؤسسات والقادة الوطنيين العراقيين للدفاع عن وطنهم. ورحب هود بالحوار السعودي الإيراني الذي جرى بتنسيق عراقي، وأعرب عن دعم الولايات المتحدة له ولإعادة انخراط بغداد مع كافة أطراف المنطقة ولعبها دور الداعي للاجتماع بدل ساحة المعركة. تعول الولايات المتحدة بشكل كبير على الانتخابات العراقية في الخريف المقبل، علها تخرج بتمثيل حقيقي للشعب وتساهم في القضاء على الفساد وتحد من التدخل الخارجي. ميشيل غندور، الحرة، وزارة الخارجية الأمريكية، واشنطن. للحديث أكثر ينضم لنا من واشنطن السفير الأمريكي السابق في العراق السيد دوغلاس سليمان، ومن ولاية ميريلاند السيد مايكل أوهانلن رئيس قسم العلاقات الخارجية في معهد بروكينغز للدراسات، ومن فلوريدا المتعاقدة السابقة في العراق السيدة باتريشيا ديجنارو. أهلا وسهلا بكم معي، وسعيد بأن نتحدث مجددا. أبدأ معك سفير دوغلاس سليمان، كيف قرأتم قرار لوكيد مارتن بسحب موظفيها من العراق؟ أولا أريد أن أتمنى عيدا مباركا لكل مشاهدي الحرة، كل عام وأنتم بخير، وطبعا لابد من أن نحتفل بما هو مهم في هذا العيد. أما فيما يتعلق بقرار لوكهيد مارتن بسحب موظفيها، هذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها قرار من هذا النوع. في العام الماضي أيضا العام 2020 سحب عدد من موظفي الشركة بعد تهديدات عسكرية وإطلاق صواريخ، وكذلك مع انتشار فيروس كوفيد. في الخريف الماضي وبداية هذه السنة فقط عادت لوكهيد مارتن بعض موظفيها إلى بعض القواعد، وبالتالي هي ليست المرة الأولى، والهدف هو المحافظة على سلامة موظفيها. طيب سيد مايكل أوهانلن، إذا كنت تسمعني، أيضا في بروكينغز جوي هود تحدث ووصف الزيارة أو وصف اللقاء ما بين الأمريكان والعراقيين بأنه شهر عسل جديد. في نفس الوقت انسحاب لوكيد مارتن يأتي، كيف ترى الموقف المعقد اليوم ما بين واشنطن وبغداد؟ أنا لن أتكلم عن شهر العسل، رغم أنني أعرف أن هناك رغبة بالتشديد على النقاط الإيجابية في العلاقة بين
أمريكا والعراق. هناك أسباب كثيرة تدعو الدولتين إلى التفاعل، والرئيس بايدن يفهم ذلك بشكل ممتاز لأنه كان مسؤولا إلى حد كبير عن الملف العراقي أيام الرئيس أوباما، ويعرف أيضا أن الأمور يمكن أن تتداعى بسرعة كبيرة لو فشلت الشراكة بين الدولتين. في نهاية العام 2011 القوات الأمريكية تم سحبها، وبالتالي تأثير أمريكا للضغط على رئيس الوزراء المالكي شبه اختفى، ونعرف ما حصل بعد ذلك مع الميليشيات وتسييس القوات الأمنية وطبعا مع مجيء داعش. والرئيس بايدن يعرف كل ذلك، ولا أعتقد أنه يتكلم هنا عن شهر عسل أو زواج، ولكن يفهم ضرورة العمل المشترك بين الدولتين لكي لا ينهار الوضع كما حصل في العام 2012-13-14. طيب باتريشا في فلوريدا، ماذا يعني الانسحاب لوجستيا، انسحاب لوكيد مارتن وأفراد لوكيد مارتن من العراق، أقصد على المهندسين، الطيارين، من يعمل على الأرض، وأنت كنت متعاقدة في العراق؟ نعم، أنا كنت متعاقدة في العراق وكذلك في أفغانستان. هناك الكثير من التداعيات لهكذا قرار، ولكن برأيي بالنسبة للوكهيد مارتن لابد من التأكد من أن كل المتعاقدين والموظفين تضمن سلامتهم. إن كانت هناك هجمات مستمرة من قبل قوات مختلفة ولا يمكن حماية الموظفين والمتعاقدين، فلا بد عندها من سحبهم للتأكد من ضمان سلامتهم. التأثيرات طبعا كبيرة، والسفير والضيف السابق تكلم عن هذا الموضوع. طبعا هذا يعني توقف تدريب العراقيين على استعمال هذه الطائرات، ومشاكل أيضا في صيانة الطائرات أيضا، وذلك مكلف من الناحية المادية، ولكن أيضا من ناحية إمكانية استعمال هذه الطائرات والتداعيات الاقتصادية أيضا. طيب سعادة السفير، يعني موضوع الحرب على الإرهاب كيف يمكن أن يتأثر بهكذا انسحاب؟ الأمر وقف على تأثير سحب هذه المجموعات من الموظفين على قدرة العراقيين في استعمال طائرات F-16 وبعض الطائرات الأخرى واستعمال المنصات العسكرية ضد داعش. F-16 هي أداة مهمة جدا، أهم الأدوات أعتقد في يد الجيش العراقي، ولكنها أيضا طائرة متطورة جدا وتتطلب خبرة عالية وصيانة مستمرة، ليس فقط للمحافظة على هيكلية الطائرة، الجناحين والأنظمة الموجودة داخل الطائرة، وكذلك البرمجيات التي تتأكد من حسن استعمال الأسلحة والوصول إلى الهدف. كل هذه النقاط مهمة، وكذلك هي الأداة الأساسية لمواجهة داعش ولبسط السيادة العراقية على الأجواء العراقية. هذه الطائرة مهمة جدا بالتالي بالنسبة للعراقيين، ولابد أن يجدوا سبيلا لإقناع لوكهيد مارتن بالعودة والاستمرار في تدريب الطيارين العراقيين، وكذلك كل الذين يعملون في مجال صيانة هذه الطائرات لاستعمالها بطريقة الفضلة. سعادة السفير، أريد أن أسأل، هناك يعني نقلت نيويورك تايمز قبل أيام عن مسؤول عراقي بأن لوكهيد مارتن أو مسؤولين في لوكهيد مارتن أخبروا الحكومة العراقية والمسؤولين العراقيين في وزارة الدفاع بأن لوكهيد مارتن جاهزة للعودة إذا ما توفرت لها الظروف الملائمة أمنيا في ظرف أشهر. هل تتوقع أن هناك يعني نوع من الضغوطات الآن تمارس من أجل ضبط الأمن حول منطقة بلد
القاعدة التي كانت تستقر فيها أو يستقر فيها موظفي لوكيد مارتن؟ هذا التصريح يبدو ملائما بالنسبة إلي أو منطقي. العراق يريد أن يظهر أنه بإمكانه المحافظة على هذه الطائرات واستعمالها للدفاع عن البلاد. إن أرادت الشركة أن تعيد موظفيها إلى العراق، هذا يعني أن العراق أيضا يجدر أن يتعامل مع الحكومة الأمريكية لضمان سلامة هؤلاء الموظفين. هناك أيضا موظفون من غير الأمريكيين، لابد من الضغط على الحكومة لتعمل على منع الميليشيات من إطلاق الصواريخ على القاعدة الجوية. نقطة أخرى مهمة، بعض الميليشيات العراقية هي جزء من قوات الحشد ونظريا بالتالي جزء من القوات الحكومية، ولكن عبر إطلاقهم لهذه الصواريخ هم يهاجمون قوات عراقية ويهاجمون القدرات العراقية بمواجهة داعش والسيادة العراقية. هذه الهجمات لا تؤذي أمريكا بل تؤذي الحكومة العراقية والسيادة العراقية. طيب سيد مايكل أوهانلن، في نفس السياق وفي نفس الخبر الذي نقلته وتحدثت عنه صحيفة نيويورك تايمز، هناك أيضا حديث بأن نعم لوكيد مارتن ممكن أن تعود، وأيضا الحكومة العراقية تريد لها أن تعود، ولكن هناك وفقا لنيويورك تايمز هناك حديث تقوم به وزارة الدفاع العراقية مع بعض الجهات المسلحة لكي يتم إيقاف هذه العمليات ضد المصالح الأمريكية. هل تعتقدون بأن هذا سيأتي بثمارة، وهل أن هناك يعني نوع من الاستقرار قد يكون وتعود هذه الشركات كلوكيد مارتن؟ أنا لست متفائلا بأن الميليشيات التي تدعمها إيران ستفعل ما نريدها أن تفعل. من جهة نحن تعاوننا مع الميليشيات ضد داعش في العام 2014، ولكن حتى هذا التعاون كان تعاونا فعليا على الأرض من دون تنسيق حقيقي. كنا نقدم الدعم الجوي وهم يقدمون القوات البرية لحماية بغداد. أعتقد أن هذه الميليشيات ستستمر في مهاجمة القواعد للتوصل إلى سحب القوات الأمريكية. لا أعتقد أن إيران تريد توازنا في النفوذين الإيراني والأمريكي. إيران لا تريد أن يكون هناك تأثير سيد مايكل حتى لو كان هناك العراقية. حتى لو كان هناك أي حوار ما بين واشنطن وطهران، لا تعتقد أن العراق يمكن أن يكون جزء من صفقة قد تقدمها طهران؟ بإيجاز الجواب لا. طبعا نظريا يمكننا أن نقوم بفرضيات، ولكن عمليا سيكون من الصعب جدا حتى أن نجلس على طائرة ونتكلم عن الاتفاق النووي ورفع العقوبات وتسلسل رفع العقوبات. إيران تعرف أنها لو زادت من هجماتها فإن إدارة بايدن ستخسر كل فرصة في التوصل إلى حل للاتفاق النووي. هذا يعني أن إيران لن تصعد أقصى التصعيد في العراق، ولكن أيضا تريد أن تحافظ على دورها في العراق. أضيف نقطة أخرى، في أسوأ الأحوال طائرات F-16 يمكن أن تتم صيانتها في دول أخرى من المنطقة، ربما تدفع إيران ثمن الصيانة ربما في الكويت حيث لوكهيد مارتن لديها وجود، ودولة ليست بعيدة جدا عن العراق، ويكون ذلك بالتالي ممكنا. هذا قد يدفع العراق، تقصد أن يدفع العراق تكاليف صيانة F-16 في الكويت، ويعني هذا في الوقت اللي تكون فيه لوكيد مارتن غير موجودة في العراق؟ نعم هذا ما أقول، هذا ممكن
لو أردنا أن نفعل ذلك. هناك دول كثيرة في المنطقة على بعد ساعة من بغداد جوا، وبالتالي ليس من الضروري أن نبقي هذه الطائرات في قاعداتها في العراق. طبعا منطقي أن تبقى ولكن ليس ضروري. باتريشا، المستثمر يريد الاستقرار، سواء كان مستثمر مع الجيش العراقي أو مع في أي مجال. في الحقيقة المستثمر يريد الاستقرار، والاستقرار يريد استثمار، يعني الموضوع مرتبط وعكسي ببعضه أيضا. كيف يمكن للولايات المتحدة أن تدعم بلد مثل العراق استثمرت فيه واشنطن آلاف الأرواح ومليارات الدولارات؟ هذا الاستثمار يحصل بين الدول، بين الحكومات. لو كان هناك مثلا شركة من القطاع الخاص لديها عقود تعمل خارج العلاقات بين الحكومات لكان الأمر مختلفا. النقطة الأساسية هنا هي أن على الحكومتين أن تتحاوران لإيجاد حل، وعلى العراق أن يتحمل المسؤولية في لجم هذه الميليشيات. هذا درس لنا جميعا، أن نخلق الميليشيات في دولة ما أيا كانت الأسباب التي تدعو إلى ذلك لن يكون سهلا، ولن نتمكن بعد ذلك من السيطرة على هذه الميليشيات. أنا أيضا أتفق مع مايكل 100%، الصيانة يمكن أن تحصل خارج العراق. والآن تحديداً لا أعتقد أن إيران ستساعد العراق في لجم هذه الميليشيات أو ردعها. وهناك أيضاً المفاوضات الجارية بين أمريكا وإيران، ونحن يمكننا أيضاً أن ندرس إمكانية استعمال كل الأوراق المتوفرة في أيدينا. سأعطيك سعادة السفير يعني فرصة لترد على هذه وجهة النظر التي طرحت من سيد مايكل ومن باتريشا بعد فاصل. أستأذنكم سادة المشاهدين أيضاً فاصل، ونتحدث بعد الفاصل التزام الولايات المتحدة في مساعدة العراق لتجاوز مشاكلها الاقتصادية والسياسية. خليكم معنا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى متابعي حلقة اليوم من برنامج بالعراقي، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك. أرجع لضيوفي الكرام، ويانا السفير الأمريكي السابق في العراق السيد دوغلاس سليمان، ومن مدينة ميريلاند السيد مايكل أوهانلين رئيس قسم العلاقات الخارجية في معهد بروكينغز للدراسات، ومن فلوريدا المتعاقدة السابقة في العراق السيدة باتريشا دي جينارو. أتمنى أن أكون ألفظ الاسم صح. أعود إلى السفير دوغلاس سليمان. ننتقل طبعا، أعطيك فرصة أيضا تعلق على ما استمعت إليه من السيد مايكل ومن السيدة باتريشا حول موضوع إيران والميليشيات، وإذا كان هناك أي فرصة، إذا كان هناك حوار ما بين واشنطن وإيران يمكن أن يكون العراق جزء من هذه الصفقة أو لا. نعم، أريد أن أشير إلى نقطتين. أولا ما قاله الدكتور أوهانلون والسيدة دي جينارو حول إمكانية إرسال الطائرات إلى خارج العراق، هذا ممكن نظريا، ودول أخرى في المنطقة بما فيه الإمارات والأردن وتركيا لديها طائرات F-16، ولكن أيضا التكنولوجيا لهذه الطائرات والبرمجيات معقدة للغاية وتطلب حماية من ناحية المادية ومن ناحية الاستخبارات، وهذا يعني أن الحكومة العراقية عليها أن تتفاوض مع حكومة أخرى للمحافظة على هذه الطائرات، وكذلك على الموظفين العراقيين الذين يعملون
على هذه الطائرات. كل ذلك يتطلب مجهودا كبيرا وتنسيقا دبلوماسيا وعملا بين وزارات الدفاع. ثانيا، فيما يتعلق بإدارة الرئيس بايدن، إن كانت هناك عودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، بمعنى إن نجحت المفاوضات، سيكون هناك أيضا مباحثات ومفاوضات أخرى تتكلم عن نفوذ إيران الاستراتيجي في المنطقة، خاصة لغرض استعمال الصواريخ الباليستية، وكذلك تدريب مجموعات من غير الدولة في العراق. هناك الميليشيات التابعة لإيران وللحشد الشعبي وحزب الله في لبنان وفي اليمن، دعم الحوثيين، وكذلك في أماكن أخرى من العالم. إدارة الرئيس بايدن تتمنى أن تتمكن من التحاور مع إيران في المستقبل حول هذه المواضيع، ولكن من الواضح أن الأولوية بالنسبة للرئيس بايدن تبقى العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، وأن تفرض مجدداً على إيران القيود التي تم التفاوض فيها في العام 2015. طيب، يعني لعلي أنتقل إلى الملف الآخر الذي تحدثنا عنه في بداية الحلقة، وهو موضوع تمديد البيت الأبيض لإعلان حالة الطوارئ فيما يتعلق بالاستقرار في العراق. وأبقى معك سعادة السفير، أخذ رأيك وأيضا مايكل ثم باتريشا، ماذا يعني هذا التمديد؟ هو تمديد يحصل من 18 سنة، أهميته فعليا على الأرض؟ في الواقع هذا التمديد هو مسألة تتعلق بالقانون وبالإدارة الأمريكية. إن أي تمديد لحالة الطوارئ في العراق أو أفغانستان يؤدي إلى استعمال مصادر تمويل مختلفة للوكالات الأمريكية، ويسهل اتخاذ القرارات في أكثر من مجال، وبالتالي هو تدبير أو قرار إداري أمريكي يسهل على الإدارة الأمريكية تمويل أنظمة دفاعية للعراق، أو تمويل الأمريكيين الذين يساعدون العراقيين في العراق أو خارج العراق، أو إيجاد التمويلات الضرورية للسفارة أو لبعض الوكالات، وكذلك التمويل الذي يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للجنة الانتخابات لتسهيل تنظيم الانتخابات في العراق. وبالتالي مجدداً هو قرار أمريكي إداري قانوني يسمح بتسهيل الخطوات التي تتخذها أمريكا في العراق منذ العام 2003. مايكل، على نفس الموضوع، موضوع تمديد إعلان حالة الطوارئ في العراق، هل هناك أي ترتيبات يعني تنعكس إيجاباً؟ مثل ما تفضل سعادة السفير، أكو نقاط مهمة ممكن أن من خلال هذا يتنفذ في العراق. السفير ملم بهذا الملف أكثر مني بكثير. أنا كنت أسجل النقاط التي ذكرها. هناك تفاصيل مهمة أشار إليها، ولا يمكنني أن أضيف الكثير. إلا في الإطار العام، علينا أن نتذكر أن الرئيس بايدن كان في فريق الرئيس أوباما، ولكن لم يكن هناك بعد انسحاب أمريكا من العراق بين العام 2011 و2015. ومنذ العام 2003، باستثناء هذه السنوات الثلاثة، كان يتعامل مع العراق وهو لا يريد أن يكرر الخطأ الذي حصل في العراق. هو سحب القوات من أفغانستان، ولا يريد أيضا أن يقول الجمهوريون أنه يسحب قواته من العراق ويبدد التضحيات التي حصلت في العقود الثلاثة الماضية، وهو ينتقد لذلك في أفغانستان أيضا. أعتقد أنه سيرى سبيلا للتصرف في هذا المجال بشكل آخر. طيب باتريشا، يعني هذه نقطة يمكن تدفعنا إلى نقطة أخرى، وهي كيف تنظر يعني كيف ينظر العالم، كيف تنظر الولايات المتحدة إلى العراق وأهمية البلد في ملفات كثيرة من هالملفات الاستثمارية، الأمنية، الاقتصادية. اليوم ما المطلوب لكي يصبح، ما هي الخطوات التي يمكن أن يتبعها العراق لكي يبدأ يجتذب الآخر، يجتذب المستثمر، يجتذب الدعم حتى من الخارج
في ضوء ما تحدثنا عنه طبعا. الأمر يتعلق أولا بالأمن، وأريد أن أضيف إلى ما قاله السفير حول التمويل واستعمال التمويل. تمديد حالة الطوارئ يعطي أمريكا والعراق الحكومتين وكذلك الجيش قدرة تقديم المساعدات للقوات المسلحة من قبل أمريكا، ويساعد أيضا العراق في تعزيز مجهوده الأمني. وكما قال السفير أيضا هذه المساعدات تساعد أيضا أو هي أساسية أيضاً لتعزيز المؤسسات الأمنية، وعندها يمكن جلب المستثمرين. مغادرة لوكهيد مارتن الآن طبعاً نقطة سلبية، لابد أن يقرر العراقيون أيضاً إن كانوا سيركزون على النواحي الأمنية وهي أساسية. نعرف أيضاً أن هناك التظاهرات المستمرة في العراق، وبالتالي هذا التمويل يعطي العراقيين قدرة على التقدم في المجال الأمني وتعزيز جهودهم والتركيز بعد ذلك على الاستثمار والاقتصاد. شكرا لك باتريشيا لأنك ذكرت نقطة التظاهرات والمتظاهرين، لأنه هذه فعلا نقطة أساسية كانت هي الوقفة القادمة اللي نتحدث ونبدأ فيها مع سفير دوغلاس سليمان. موضوع الإصلاح هو المحور في كل شيء، يعني كل ما نتحدث عن أي ملف في العراق موضوع الإصلاح يأتي هو في الجوهر. اليوم تظاهرات في الشارع، وسائل التواصل الاجتماعي، العراقيين في كل مكان يعني يطالبون بالإصلاح. وفقرتنا الأولى سيد خالد العقوبي طلب من الولايات المتحدة أن يكون لها دور أكبر في الضغط على السياسيين العراقيين من أجل الإصلاح في العراق. يعني هل تتفق مع هذا الطرح؟ لأنه أنا ما كان عندنا وقت أكثر يمكن مع الدكتور نحكي، فأستفيد من سؤال حضرتك. أعتقد أن السؤال ممتاز، والدكتور اليعقوبي على حق فيما أشار إليه. لا بد من الإصلاح في العراق، الإصلاح ضروري خاصة في مجالين أساسيين. المجال الأول هو المجال الأمني، من الضروري التوصل إلى استقرار العراق لتكون كل الفصائل المسلحة في العراق تحت سلطة الحكومة العراقية بدلا من أن تطبق أجندات دول أجنبية. لو نظرت إلى التظاهرات التي حصلت في البصرة في العام 2018 وفي العام 2019 ثم انتشرت شمالا وجنوبا ونحو بغداد، الطلب الأساسي للمتظاهرين هو الحياة الطبيعية. يقولون نريد وطن، يريدون أيضا فرص عمل. ما نراه في العراق منذ العام 2014 تقريبا هو أن هناك حوالي مليون عراقي سيتخرجون من المدارس الثانوية والجامعات كل سنة ويبدأون بالبحث على عمل، والحكومة لا يمكن لها أن تقدم هذا العدد من الوظائف، وبالتالي لا بد من أن يتم التركيز على الاقتصاد ونزع التنظيمات لتمكين تدفق رأس المال الأجنبي ورأس المال المحلي من الشركات والاستثمارات المختلفة داخليا وخارجيا لتعزيز قطاع الأعمال وكذلك التشغيل التوظيف. الآن لدينا بيروقراطية ولدينا فساد، و بالتالي القرارات الاقتصادية التي تتخذ هي جيدة فقط لمصلحة السياسيين وداعميهم وأحزابهم. لا بد أن تتخذ القرارات الصعبة في هذا المجال لتسيطر الدولة على السلاح في البلاد، والأهم أيضا لإصلاح القطاع الاقتصادي لينمو قطاع الأعمال في العراق ويأتي المستثمر. هذا كلام مفهوم سعد السفير، لكن هي النقطة اللي يمكن اختلفت أنا والدكتور في الفقرة الأولى دكتور خالد اليعقوبي فيها، هي نقطة إلى أي مدى واشنطن يمكن أن تضغط.
إلى أي مدى يجب أن يكون هناك دور أمريكي أم من عدمه من وجهة نظركم وأنتم السفير السابق في العراق؟ الضغط الأمريكي من أجل الإصلاح. أمريكا ضغطت كثيرا على الحكومة العراقية وتفعل ذلك منذ العام 2004 منذ أول حكومة عراقية منتخبة بعد صدام حسين، ولكن النجاح كان محدودا جدا. البيروقراطية ازدادت تعقيدا وتنظيما وفسادا، ويسيطر عليها اللاعبون السياسيون ولا تفعل أو تعمل بطريقة فعالة. كذلك عندما ننظر إلى ما يفعله الرئيس بايدن، الرئيس بايدن عندما كان نائب الرئيس كان مهتماً بالسياسة الخارجية وبما فيه وأساساً الملف العراقي، ولكنه أصبح رئيس المشاكل الداخلية، أولوياته داخل أمريكا فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا وتطعيم الأمريكيين وتعافي الاقتصاد ومواجهة الانقسام الحاد على المستوى السياسي بين الأمريكيين. أما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية فهو يركز على إعادة العلاقات التقليدية مع أوروبا وآسيا، مواجهة روسيا والصين، ومحاولة إعادة الاتفاق النووي الإيراني. أما ما تبقى من أجندات الشرق الأوسط فهي ليست من أولوياته أبدا. سيرسل بريت ماكغيرد أو جوي هود، ولكن ما أتوقعه أنا هو أن الرئيس بايدن لن ينخرط شخصيا بوضع العراق إلا إن كانت هناك أزمة حادة. لعلي أذهب إلى مايكل. مايكل، أنا السؤال طرحته على السيد السفير وأيضا طرحته على في البداية كان هو سؤال نسمعه كعراقيين على وسائل التواصل الاجتماعي وكصحفيين نتابع هذه الأسئلة، أنه أمريكا يجب أن تضغط، أمريكا مطالبة بأن تساعد على الإصلاح أكثر وأكثر، أنتم في واشنطن، هل هذه مسؤولية تقع على عاتق واشنطن؟ نعم ولا، لأن لك المنصة اشرح النعم ولا. المسؤولية ليست مسؤولية أمريكا أولا. نعم، المسؤولية أولا ليست مسؤولية أمريكية، لأن أمريكا ليست الحكم الدولي للحوكمة والإصلاح وعدم الفساد. حكومات كثيرة لا ترحب بتدخل واشنطن، وإمكانية الضغط الآن على العراق مهمة ولكن ليست كبيرة جدا. وأحيانا عندما يكون هناك أجندة لمحاربة الفساد كما رأينا في أفغانستان في سنوات العشرين الماضية، فذلك يؤدي إلى تسميم العلاقات بين الدولتين، لأن المسؤولين يلومون الفساد على الآخرين ويتوقفوا عندما تكون هناك مراقبة ثم يعودوا إلى الفساد مجددا. وبالتالي عندما نتكلم عن الضغط الأمريكي نحن لا نعرف كيف نخفض الفساد، عندما نحاول لا ننجح. أنا كنت أعمل في الزائير مع مبوتو سيكو حيث الفساد كان مستشريا ولم نصل إلى نتائج كبيرة. يمكننا أن نفعل أفضل مما فعلناه مع العراق، ولكن لا يكفي فقط أن نكرر أننا نريد إصلاحا. كما قال الزملاء لابد في هذا المجال أن نركز على أن القضاء على الفساد بمصلحة العراق لو أراد عودة المستثمرين والعودة بالمنتدى الاقتصادي والبنك الدولي والمؤسسات غير الحكومية وغير الأمريكية المتعددة الأطراف لتتعامل مع العراق وتحسن بيئة الأعمال. هذه الطريقة الفضلة لإقناع العراقيين أنه لابد من محاربة الفساد. وهذه النقطة الأساسية اللي اليوم يتكلمون فيها في الشارع أيضا الشارع العراقي، أن الإصلاح هو من الداخل بدرجة أساسية وليس بالضرورة من الخارج. لعلي أذهب إلى باتريشا. قبل قليل مايكل كان غير متفائل ربما للمرحلة والتغيير السريع، لكن أريد أن أسأل باتريشا، هل الحراك الموجود في الشارع، انتخابات مبكرة قريبة
طيبة في العراق، هناك ابتسامة للسيد السفير، يمكن هناك أمل. هل تتوقعون أنه في المستقبل القريب على الأقل بعد الانتخابات يمكن أن يتغير الحال للأفضل في العراق؟ أنا كنت متفائلة في العام 2010 عندما حصلت عملية نقض السلطات، ويمكنني الآن أن أرى أن بإمكان الحكومة العراقية أن تقوم بالعمل رغم تعقيده وصعوباته، وهناك طبعا عوامل كثيرة تؤثر على الأوضاع. أعتقد أن هناك نقاط كثيرة يمكن الإشارة إليها. أولا الإصلاح والفساد، هذا للأسف يرتبط برغبة الحكومات عبر العالم بالمحافظة على المساعدات الأمريكية المستمرة. باتريشا أعتذر على مقاطعتك، وصلت الفكرة. ضيوفي الكرام السفير الأمريكي سيد دوغلاس سلمان السابق في العراق، وأيضا مايكل أوهانلن، ومن فلوريدا المتعاقدة السابقة في العراق سيدة باتريشا ديجنارو، طبعا مايكل أوهانلن من معهد بروكينز. شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام على هذه المشاركة. أيضا الشكر موصول لكم سادتي المشاهدين. نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع المقبل وحلقات جديدة من برنامج بالعراقي. لا تنسوا متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. عيدكم مبارك، وفي أمان الله وحفظه.